لترات من المياه هي الكمية التي يوصي الأطباء بشربها يومياً للحفاظ على وظائف الجسم وصحة خلاياه. لكن هذه الشابة عاشت لست سنوات بلا شرب الماء كجزء من نظام غذائي قاس قد يكون ساهم في وفاتها. المؤثرة الروسية زانا سامسونوفا والتي توفيت قبل أيام عن عمر يناهز 39 لم تمتنع عن شرب المياه فحسب، بل على مدى 10 سنوات أي عقد كامل لم تتناول سوى الأطعمة النباتية النيئة. هذا النظام الغذائي المعروف باسم Raw Vegan Diet أو النظام النباتي الجاف لا يستثني فقط المنتجات الحيوانية أو الأطعمة المشتقة من منتجات حيوانية كالبيض والألبان، بل أيضا أي طعام نباتي يتم طهوه أو تسخينه أكثر من 46 درجة مئوية. أتباع هذا النظام الغذائي مشاهدينا يعتقدون أن الأطعمة المطهوة تفقد قيمتها الغذائية وتضر بالجسم، ويعتمدون على الخضروات والفواكه النيئة كما كان الحال بالنسبة لسامسونوفا. سامسونوفا التي لديها أكثر من 25,000 متابع على إنستغرام ونحو 20 مليون مشاهدة على تيك توك كانت تروج لهذا النظام الغذائي لسنوات، وذلك رغم تحذيرات أصدقائها ووالدتها من أن مظهرها يبدو عليه الضعف. وخلال الفترة الأخيرة اعتمدت سامسونوفا على فاكهة استوائية حصرياً في وجباتها، كما كانت تمارس في بعض الأيام الصيام الجاف حيث تمتنع عن الطعام والشراب لأيام، وتوقفت عن شرب المياه مقابل العصائر الطبيعية أو السوائل التي تخرج من الفاكهة والخضروات. سامسونوفا مشاهدينا قالت في هذا الشأن على صفحتها على إنستغرام: نعم، لا أشرب الماء منذ 6 سنوات، لا أشعر بالعطش، والأمر شائع بين النباتيين ممن يأكلون الأطعمة النيئة فقط. أحصل على المال على الماء من الفاكهة وجوز الهند. عندما تأكل طعاما مطهوا ستصاب بالجفاف وستحتاج إلى شرب الماء، أنا متأكدة من ذلك لأنني اختبرته بنفسي. البشر لا يشربون الماء بل يحصلون عليه من طعامهم. لكن رغم ثقتها في نظامها الغذائي وترويجها خلال رحلاتها عبر آسيا له بأنه الطريق الأمثل لحياة صحية، فإن والدتها وأصدقائها لطالما طلبوا منها اللجوء لطبيب بعد أن لاحظوا وهنها وتورم يديها، لكنها كانت تتهرب من الأمر في كل مرة. توفيت سامسونوفا في أحد مستشفيات ماليزيا حيث كانت تقوم برحلة، ورغم أن التقرير الرسمي حول سبب وفاتها لم يصدر حتى اللحظة، إلا أن أصدقائها قالوا إن سوء التغذية وتجويع نفسها كانا السبب، بينما أشارت والدتها إلى أن ابنتها توفيت بسبب مرض يشبه الكوليرا، ولكنها ذكرت أن نظامها الغذائي ضاعف من حدة المرض على جسدها. هذه ليست الواقعة الأولى التي يدخل فيها النظام أو نظام الأطعمة النباتية النيئة دائرة الاتهام، حيث تم الحكم على سيدة أمريكية العام الماضي بالسجن المؤبد بعد أن مات طفلها ذو 18 شهراً بسبب سوء التغذية بعد أن طبقت عليه هذا النظام الغذائي. ورغم ذلك كانت هناك تعليقات على وسائل التواصل تشير إلى براءة النظام الغذائي، وتشير إلى أن المؤثرة كانت تعاني من فقدان الشهية العصابي أو ما يعرف بأنوركسيا، وهو أحد اضطرابات الأكل. فمثلا هنا تغريدة من فروجيفور فيغان تقول: كانت تجوع نفسها ولا تتبع نظاما نباتيا صحيا، أتمنى لو كان بإمكاني مساعدتها في التخلص من اضطراب الأكل. أما فدوى فتقول: لا أفهم النباتيين، أجسامنا تحتاج للحم أو سينتهي الأمر بنا مثلها أو بمرض.
رانيا أيضا تعلق على الموضوع وتقول لا أحد يموت من كونه نباتيا. جدتي نباتية والآن في عامها 86. وأخيرا تغريدة من نامي تقول يحتاج جسدنا إلى أكل البروتين بشكل متوازن لفوائده الصحية. لسنا أرانب. مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من عمان اختصاصية التغذية العلاجية مجد الخطيب. أهلا بك مجد في تريندينج. ومباشرة سأبدأ بسؤالك، يعني لاحظنا أن زانة قالت أننا لا نحتاج لشرب المياه إنما سنحصل على السوائل اللازمة لأجسادنا من الفواكه، ما مدى صحة هذا الكلام؟ صحيح. أول شيء يعطيكي ألف ألف عافية، وأنا كثير مبسوطة أنه عم نسلط الضوء صراحة اليوم على هذا الموضوع. أول شيء أنا بحب أحكي أنه إحنا مش مشكلتنا أو انتقادنا اليوم للنباتيين، إحنا مشكلتنا للرو فيجن فود أو الروزم بسموها، اللي هو بس التزامنا بالأكل الفواكه والخضار النية والطازجة والغير مطبوخة أو غير مطهوة، يعني مش معرضة للحرارة. فالفكرة الأساسية اللي زي ما أنت سألتي عن المي، المي مش داخل بأي نظام غذائي بالعالم أنه إحنا لازم نوقفه. المي من الشغلات الأساسية اللي إحنا لازم نشربها، خصوصا بفصل الصيف بدنا بين 2 ل 3 لتر يوميا من المياه. بفصل الشتاء بنقدر ننزل ل 2 لتر وبنكون مطمنين اكثر. فاحنا لما نمشي على مبدا انه احنا ما بنقدر، ما في داعي نشرب مي وبناخذ كل احتياجاتنا من المي بس من العصائر او المي اللي موجوده بالفاكهه مثل مي جوز الهند، هذه من الشغلات المضره جدا وسيئه جدا للجسم، ممكن تعرضنا للجفاف وممكن بعد فتره طويله تاثر يصير في عندنا سيستم فيلير او يوقفوا الاعضاء والاجهزه اللي موجوده بالجسم بالشغل مثل ما صار معاها. طيب مجد، ما الذي يمكن ان يتسبب به لأجسادنا الاعتماد الكلي والحصري على الفواكه فقط في نظامنا الغذائي؟ شوفي أنا بحب كمان أحكي كتير مهم أنه إحنا لما نعتمد فقط على الفواكه والخضار بشكل حصري تماما، خصوصا الرو أو الطازجة منها، إحنا عم نعرض أجسامنا لنقص فيتامينز كتير أساسية ومهمة بالعمليات الحيوية اللي موجودة بالجسم، منها الحديد، منها فيتامين B12 اللي هو من أهم الفيتامينات المهمة اللي موجودة خلينا نحكي المصادر الحيوانية لأنها مش موجودة بالمصادر النباتية أبدا. بنفس الوقت فيتامين D مش موجود بأي شيء من المصادر النباتية بالطريقة اللي إحنا بحاجة إلها. فبالتالي الأشخاص اللي عم بيمشوا بس على المأكولات النباتية اللي هي الفواكه والخضار الطازجة، حيصير في عندهم احتمالية إصابتهم بالكسور أو الوهن بالعظام بنسبة 42 ل 45%. فبالتالي أي خبطة صغيرة ممكن تسبب لكسر هذه العظام. بنفس الوقت بيصير في عندنا وهن للعضلات اللي موجودة بالجسم لأنه إحنا ما عم ناخذ كفايتنا من البروتين. الرو فيجن فود أو النظام اللي عم بياخذوا بس الفواكه والخضار الطازجة، هم فعليا ما عم بيعرضوا أي شيء للحرارة وبس عم بياخذوا أي شيء طازج. يعني إحنا إذا بدنا نحكي حتى على القمح، ما عم بيطبخوا الرز، ما عم بيطبخوه، بس ممكن ينقعوه بمي وياكلوه. طيب. فبالتالي احنا ما عم ناخذ كفايتنا من اي شيء من الفيتامينات والمواد الغذائيه الاساسيه. طيب، يعني كما ذكرتي، يعني ربما المشكله ليست في النظام النباتي، ولكن يعني كما راينا ايضا في بعض التغريدات، احدى المعلقات كانت تقول ان جدتها نباتيه والان بلغت سنا كبيرا، ولكن ما مدى حاجتنا للبروتين؟ يعني البعض النباتيين يتخلون عن البروتين تماما، فما مدى حاجه اجسامنا للبروتين؟ شوفي، ما في اثنين بتناقشوا انه اي بني ادم مش بحاجه للبروتين سواء صغار او كبار. البروتين مهم جدا واساسي جدا لكل العمليات الحيويه اللي موجوده بالجسم، سواء من بناء العضلات، سواء عندنا بالتفكير بالدماغ، سواء عندنا بحرق الاكل، كل هذه الشغلات مهمه جدا. واي شخص صحي اكيد عارف انه احنا لازم نلعب رياضه، واحنا بدون ما نلعب رياضه احنا بحاجه للبروتين، فما بالك لما احنا بيكون في عندنا مجهود عضلي اكثر، واكثريه الناس عم بتوجهوا اكثر انهم يصيروا يمارسوا الرياضه بطريقه اكثر خلال الاسبوع. فما في اثنين بتناقشوا قد ايه البروتين مهم جدا. كل جسم ممكن يفرق عن الثاني، ممكن تفرق الحاجه تاعتنا من 600 جرام لكل كيلو باليوم لغايه 1.8 جرام لكل كيلو باليوم من احتياجاتنا من صافي البروتين اللي موجود بالاكل، سواء كان من الالبان ومشتقاته، الحليب ومشتقاته، او عم نحكي عن اللحوم مثل اللحمه والدجاج والسمك. شكرا جزيلا لك مجد، كنت معنا من عمان. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.